مشترك، وبالتالي فإحنا أصدقاء. المقولة دي بتقولها من منطلق التطبيع الرقمي أو الدبلوماسية الرقمية اللي بدأت إسرائيل تتعامل بيها على السوشيال ميديا ومن خلال الإنترنت ووسائل التواصل، وده بالتحديد من سنة 2015، بحيث إن هي عايزة تغير قناعات الشعوب باستخدام علم يطلق عليه الهندسة الاجتماعية، وهو تغيير قناعات الشعوب من خلال الثقافة والدين والعادات والتقاليد، من خلالها تتكلم اللغة بتاعتك، من خلال ان هي توصل لك ان هي بتحبك وخايفة عليه. وطبعا ده بيظهر في حاجات كتيرة جدا موجودة على الساحة، واشهرها طبعا اللي يخلي دولة زي دولة اسرائيل تعمل صفحات تواصل اجتماعي باللغة العربية. سياستهم سياسة ذكية بتسعى لاستغلال كل وسائل التواصل والمواقع التكنولوجية والمواقع الالكترونية وكل حاجة، بحيث ان هي تدريجيا تبتدي تغير لك المفاهيم. ده كمان اكتر من كده ان في مواقع موجودة بتتكلم عن الدين الاسلامي واحاديث وكل ما له علاقة بالدين الاسلامي، مش بهدف ان هي تنشر الدين الاسلامي طبعا، لكن بهدف ان هي في وسط المقولات والاحاديث والكلام والآيات القرآنية ممكن يتم حذف حرف جر، ممكن يتم التلاعب في حرف او في كلمة، او تقديم كلمة وتأخير كلمة بما هو يغير معناها ومدلولها خالص، عشان يتم الاستناد اليها او الاعتماد عليها في تفسيرات فيما بعد. وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ده هو عبارة عن محاولة للتطبيع اللي فشلت انها تعمله مع العرب من فترة، ولكن باستخدام الحاجة المجانية والحاجة الفري اللي هي الانترنت. هو طبعا الصفحات دي في ناس بتخش عليها من العرب بهدف اللي هو حب الفضول، وفي ناس تانية بتخش بهدف ان هي ممكن تقول الفاظ مش كويسة في حقهم، وفي ناس تالتة بتخش عايزة تفهم الناس بتفكر ازاي. اللي انا عايز اوصله ان هو في اكتر من فكرة واكتر من اتجاه واكتر من تصنيف للاشخاص اللي بتزور الصفحات دي، ولكن في النهاية هو مش فارق معاهم، لان لو حضرتك دخلت وبصيت على الصفحات دي هتلاقي كم الاساءات الموجهة لدولة اسرائيل اكتر بكتير جدا من كم التفاعلات الحقيقية اللي فيها مشاركات. الهدف من الكلام ده كله حاجة واحدة بس، ان هم في وسط المواضيع زي ما ذكرت قبل كده يبثوا افكار ويبثوا مواضيع تانية، مع الوقت تبقى هي يعني زي ما نقول ايه قناعة عند الاطفال لما يكبروا ويبقوا هم اللي بيقودوا البلد.